تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها في رجعة أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابل. قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال ابن عباس ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل محيان وغير واحد كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد، فإذا شرفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليه العدة، فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي بمخالفته أمر الله تعالى. وقوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، روى ابن جرير عند هذه الآية عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين فأتاه أبو موسى قال: يا رسول الله أغضبت على الأشعريين؟ فقال: يقول أحدكم قد طلقت قد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل عدتها. وقال مسروق: هو الذي يطلق في غير كنهه ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة. وقال الحسن وقتادة وعطاء خراساني وربيع ومقاتل بن حيان: هو رجل يطلق ويقول كنت لاعبا، أو يعتق أو ينكح أو يعتق أو ينكح ويقول كنت لاعبا، فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فألزم الله بذلك. وقوله: واذكروا نعمة الله عليكم، أي في إرسال الرسول بالهدى والبينات إليكم. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي السنة يعظكم به، أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم. واتقوا الله أي فيما تأتون وفيما تذرون. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالآية واردة في سياق الأحكام المتعلقة بالطلاق، والآية فيها الأمر بحسن معاملة مع المطلقة. والمعلوم أن الطلاق هو يعني خلاف كبير يقع بين الزوجين، وقد يفرق الشيطان بينهما، وقد يخرج أحدهما يعني عن حد الاعتدال في خصومته، فنهاهم الله عز وجل عن كل يعني مخالفة لأمره ونهيه، وهذا كله إبطال لما كانت عليه الجاهلية. فيقول الله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن عدتهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وهذا هو الذي أمر الله عز وجل به في معاشرة النساء، فإمساك بمعروف أمسكها. وطبعا إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، المقصود هنا هو
يعني مقاربة انقضاء العدة، لأن العدة إذا انقضت ليس فيها إمساك، إذا انقضت عدة المرأة فليس فيها إمساك، وإنما يعقد عليها بعقد ومهر جديدين. إذا المقصود هنا فبلغنا أجلهن، يعني شرفنا على انقضاء العدة، يعني لما تنقض العدة بعد. فامسكوهن بمعروف أو سبحوهن بمعروف، والمعروف هو الذي أمر الله عز وجل به وما تعرف عليه الناس من الإحسان، وهذا معناه أن هو يعني يشهد على يعني رجعتها، لأنه كما يشهد على طلاقها يشهد على رجعتها، لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. ولا أو سبحوهن بمعروف إذا انقضت عدتها، ومعنى التسبيح بالمعروف لا يبخس حقها وما يعني أمر الله لها من النفقة ونحو ذلك. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وهذا هو الذي فيه إبطال إبطال عادات الجاهلية، لأن الرجل كان في الجاهلية إذا شرفت المرأة على يعني على انقضاء العدة رجعها ثم يطلقها مرة ثانية ثم يرجعها قبل انقضاء العدة وهكذا، وليس هناك لم يكن هناك عدد محدود من الطلاق، حتى أبطله الله عز وجل في قوله الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هنا ولا تمسكهن ضرارا، يعني لا تمسك المرأة لقصد الإضرار بها، لأن هذا في إضرار بمسلمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا، لتعتدوا الاعتداء هو مجاوزة يعني شرع الله سبحانه وتعالى وما أمر به، ومن يفعل ذلك الإشارة إلى هذا الإمساك بالضرار فقد ظلم نفسه بمخالفة أمر الله عز وجل. والعبد عندما يخالف أمر الله ظلم نفسه، لأنه يحملها ما لا طاقة لها به، وهذا معنى ظلم الإنسان لنفسه، لأنه يحملها من سخط الله ومن غضبه ما لا طاقة لها به. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وهنا عندما يفسر السلف وقال مسروق هو الذي يطلق في غير كنه ويعني يضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة، هذا صحيح، هذا أيضا من اتخاذ آيات الله هزوا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا أحكامه وأوامره التي أمر بها، هزوا استهزاء كما كانت عليه الجاهلية. وقال هو الرجل يطلق ويقول كنت لعبا، أو يعتق أو ينكح ويقول كنت لعبا، وهذا قول حسن وقتادة، الأقوال هذه كلها صحيحة، والاختلاف بينهما من اختلاف التنوع، وكلها داخلة في قول الله جل وعلا ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي أحكامه التي أمركم بها على غير مأخذ الجد. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واذكروا نعمة الله عليكم ومن أعظم نعمه يعني أن من عليهم بهذا الدين العظيم والرسول القاتم وأنزل عليهم خير كتبه يعني الذي هو مهيمن على جميع الكتب كلها، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. والشافعي رحمه الله تعالى يقول سمعنا يعني سمعت من أدركت من أهل العلم أن الكتاب الله والحكمة هو كتابه وسنته، وهذا يعني ما درج عليه أهل العلم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الكتاب وسنة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعظكم به يأمركم به وينهاكم. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ودائما يعني الآية التي قبلها أيضا يعني وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، وهنا واتقوا الله يعني خافوه واحذروا سقطه واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وهذا فيه تهديد ووعيد كما قال جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي من أعظم أسباب تحصيل العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. نعم. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر
والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقطع عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعها. وكذا روى عوفي عنه عن ابن عباس أيضا، وكذا قال مسروق وإبراهيم والنخعي والزهري والضحاك: إنها أنزلت في ذلك. وهذا الذي قالوه فاضل من الآية. وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لا بد في تزويجها من ولي، كما قال الترمذي وابن جرير عند هذه الآية، كما جاء في الحديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وفي الأثر الآخر: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل. وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته، فقد روى البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عند تفسير هذه الآية أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها، فأبى معقل فنزلت: فلا تعقلهن أن ينكحن أزواجهن. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه من طرق متعددة عن الحسن عن معقل بن يسار به، وصححه الترمذي أيضا. ولفظه عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجل من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى قوله: وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. زادت مرضية: وكفرت عن يميني. وقوله: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولاية أن يتزوجن أزواجهن إذا التراض بينهم بالمعروف يأتمر به ويرتعب به وينفعل له من كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء. ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر. وترك الحمية في ذلك وترك أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات يعني إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك. وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم، والله يعلم، أي من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه، وأنتم لا تعلمون، أي الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون. وإذا وطبعا هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، والعضل المرأة معناها منعها من التزوج. وهذه الآية من الآيات الدالة على أنه لا يجوز نكاح المرأة إلا بولي، لأن الخطاب هنا توجه لقوله تعالى لولي المرأة: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلو كانت المرأة تزوج نفسها لما كان لهذا الخطاب فائدة، فهذا من أدلة القرآن على أنه لا يجوز نكاح المرأة إلا بولي. ومنه قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. كل هذه الآيات دالة على أنه لا يجوز نكاح المرأة إلا بولي، وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة الزاهم إلى جواز تزويج المرأة نفسها، وهذا قول مخالف
لظاهر القرآن والسنة، والسنة ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. إذن هذه الآية تؤصل هنا، وهذا من المحافظة على المرأة ومن المحافظة على حقوقها، والزواج المرأة بغير ولي من الزنا، ولا يعني ولكن لا يقام عليهم الحد لشبهة الخلاف في هذه المسألة، لكن هذا من الزنا. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه طبعا سبب نزول الآية كما هو الإمام البخاري، نزلت في أخت معقل بن يسار حين طلقت أخته، فأراد زوجها أن يراجعها فأبى معقل، فنزل قوله تعالى: ولا تعضل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. دائما تجد الله جل وعلا يعني يقيد الرجعة ويقيد الإمساك إذا تراضوا بينهم بالمعروف، للدلالة على أن حياة الرجل مع زوجته لابد أن تكون وفق شرع الله عز وجل وللمعروف الذي أمر الله تعالى به. ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الأحكام يعظ بها من كان يؤمن بشريعة الله ويؤمن ويخاف وعيد الله وعذابه، ذلكم أزكى لكم وأطهر. وكذلك جميع شرائع الله عز وجل، يعني مادة طهارة النفوس وزكاتها أودعها الله عز وجل فيما شرع وفيما أمر. وكلما التزم المرء بأحكام الله عز وجل كلما زكت نفسه وتطهرت. ولذا أقسم الله عز وجل أقساما في كتابه، وفي 11 قسما: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها، طهرها من يدنسها بالعمل، بأن ألزمها ما أمر الله عز وجل به والانتهاء عما نهى عنه، ودساها يعني دنسها ويعني يعني دنسها وأوبقها. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم مصالحكم ويعلم خيركم في الدنيا وفي الآخرة وأنتم لا تعلمون. ولذلك هنا يسلم لأمر الله عز وجل وشرعه، لأنه لماذا؟ والله يعلم. هي هذه الجملة بمثابة التعليل لجميع الأحكام. والله يعلم، يعلم مصالحكم ويعلم خيركم ويعلم عواقب أموركم، لذلك شرع لكم هذا التشريع العظيم. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تستطيعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة فلا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. تفضل. قال الترمذي: باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. ثم روي عن أم سلمة قالت: ثم روى عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وقال: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. قلت: تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين، ومعنى قوله إلا ما كان في الثدي أي في محل الرضاعة قبل الحولين، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني مات في الثدي إن له موضعا في الجنة.
ويؤيد ما روضة أم عن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. قلت وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن زيد عن ابن عباس مرفوعا ورواه الدارقطني عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد وما كان رعى الحولين فليس بشيء وهذا أصح. وقد روي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد. وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيرا فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة. وأن ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا ذلك من الخصائص وهو قول الجمهور. وقوله وعلى الولود له رفقهن وكسوتهن بالمعروف أي وعلى والد الطفل نفقات الوالدات وكسوتهن بالمعروف أي بما جرى به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إكثار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعله الله بعد عسر يسرا. قال الضحاك إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. وقوله لا تضار والدة بولدها أي أن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبء الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا. ثم بعد هذا لها دفعه عنها إن شاءت ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. ولهذا قال ولا مولود له بولد أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها. فله مجد وقتادة وضحك والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغيرهم. وقوله تعالى وعلى الوالد مثل ذلك قيل في عدم الضرار لقريبه قال له مجاهد والشعبي والضحاك وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الانفاق على والده الطفل والقيام بحقوقها وعدم الاضرار بها وهو قول الجمهور. قد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره وقد ذكر ان الرضاعه بعد الحولين ربما ضرت الولد اما في بدنه او عقله. وقال سفيان الثوري عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه انه راى امراه ترضع بعد الحولين فقال لا ترضعي. وقوله فان اراد فصالا عن طرد منهما وتشاور فلا جناح عليهما اي فان اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين ورايا في ذلك مصلحه له وتشاورا في ذلك واجمعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك. فيؤخذ منه ان انفراد احدهما بذلك دون الاخر لا يكفي ولا يجوز لواحد منهما ان يستبد بذلك من غير مشاوره الاخر. قال الثوري وغيره وهذا فيه احتياط للطفل والزام للنظر في امره وهو من رحمه الله بعباده حيث حجر على الوالدين في تربيه طفلهما وارشدهما الى ما يصلحهما ويصلحه كما قال في سوره الطلاق فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضعوا له أخرى. وقوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد إما لعذر منها أو لعذر له فلا جناح عليها في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن واسترضع لولده غيرها بأجرة المعروف. قال غير واحد. وقوله واتقوا الله أي في جميع أحوالكم
وعلموا أن الله بما تعملون بصير، أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. يقول الله جل وعلا: والوالدات يوضعن أولادهن حولين كاملين. الوالدات جمع معرف بالألف واللام، وهذه صيغة عموم تشمل جميع الوالدات. طيب، والوالدات يوضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب، ولكن الآية هنا وردت في سياق الطلاق، الآية هنا وردت في سياق الطلاق. وكذلك في قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمرأة إذا كانت في عصمة الرجل فهو يجب عليها النفقة، ليس لكونها، فهو يجب عليه يعني نفقتها وكسوتها ليس لكونها ترضع ولده، وإنما لكونها في عصمته. إذا لهذا فهذا معنى ان العموم هنا يراد به الخصوص، وهي الوالده التي طلقت. اذا لفظ الوالدات هنا هو لفظ عام، لكن هذا عام يراد به الخصوص، الذي دلنا على ان المراد هنا هو خصوص الوالدات، المراه التي ولدت ولكنها مطلقه او طلقت. فهذا يعني هذا يدل على ان هذا عام يراد به الخصوص. والعام إما أنه يعني العام أنواع، منها عام باق على عمومه، ومنه عام دخله الخصوص، ومنه عام يراد به الخصوص. ثلاث أنواع العام. العام هو اللفظ الذي يستغرق جميع ما وضع له، فمن العام الذي باق على عمومه يعني لم يخصص، قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فهذا عام ليس لم يدخله تخصيص، أي امرأة تنكح بغير إذن الولي فنكاحها باطل. طيب، يبقى هذا عام لم يدخله تخصيص. وهناك عام دخله التخصيص لما تكلمنا على قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اتفقنا على أن هذا يخص المطلقة، بعض أنواع المطلقات غير الحوامل والمطلقة كذلك الغير المدخول بها، والمطلقة يعني المدخول بها، فخرج المطلقات يعني التي لم يدخل بهن يعني فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وخرجت المطلقات الحوامل لقول تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى هذا عام دخلوا إيه؟ دخلوا التخصيص. وهناك النوع الثالث من العموم، هو العام بالتشديد، العام الذي يراد به الخصوص، يعني هو في البداية لم يرد الله به العموم، نحو قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هو اللي قال، والقصة دي والآية مذكورة في من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا سفيان سيعود حتى يستأصل شأفتهم بعد غزوة أحد. يبقى هنا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، اللي قال لهم بعض الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والمقصود به هو أبو سفيان ويزمرته. يبقى هذا عام يراد به الخصوص. كذلك هنا إذن الآية هنا من النوع الثالث الذي هو عام يراد به الخصوص، الذي دلنا على ذلك سياق الآيات في الطلاق. ولأن الله جل وعلا وكذلك في قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني والمرأة إذا كانت في عصمة الرجل فهو ينفق عليها، لا يشترط أن تكون حاملا حتى ينفق عليها وحتى يكسوها. فدلنا ذلك على أن هذا عام يراد به الوالدة التي يعني طلقت. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وإضافة الولد هنا إلى الوالدات يرضعن أولادهن للدلالة على أن المرأة حق بولدها في هذا السن، ولذلك أضاف الله عز وجل الولد لها. وهذا هو الذي جاءت وهذا قول الجماهير من أهل العلم بأن الولد في سن الحضانة هو مع أمه إلا إذا كان هناك عذر يمنعها من ذلك، لذا يعني أضاف الله الولد لها
والوالدات يرضعن أولادهن. وفي إضافة الولد أيضا للمرأة لتذكير الوالدة بمكانة الولد منها، وهذا يتطلب منها حنوها ويتطلب منها يعني شفقات عليه، لأن الغالب لما يكون هناك طلاق وفي ولد فيحدث نوع من الشقاق بينهما. ولذلك جاءت هذه الآية لتوضيح حقوق يعني الولد الصغير هذا، لماذا؟ حتى لا تضيع حقوقه في 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 غمرة المشاكل التي في الغالب تكون موجودة بين الزوجين عند الطلاق. لذلك شرع الله عز وجل هذه الأحكام حماية لهذا الطفل وإرشادا للزوجين. والغالب أيضا أن المرأة لما تطلق ويكون عندها طفل فهي بتكون متضررة من الطفل ده. لماذا؟ لأن هذا يمنعها من الزواج، عندها مشكلة أنها كنا نتزوج وعندها طفل، فممكن تفرط في ولدها، فكل هذا يذكرها الله جل وعلا بحق الطفل عليها. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وطبعا ذكر المؤلف هنا نعم لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهذا هو أكمل ما يكون من الرضاعة، أن تكون في الحولين وبعد الحولين يضر الطفل. طيب، وجماهير أهل العلم ترى أن الرضاعة التي تحرم هي الرضاعة في الحولين. والمعلوم أن التحريم من 5 رضعات معلومات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 5 رضعات معلومات يحرمنا في حديث أم المؤمنين عائشة الذي رواه مسلم في صحيح. كان هناك كانت قبل 10 ثم نسخت ب5. والرضعة اللي هي إيه؟ الوجبة الكاملة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرم المسط والمسطات، يعني فالوضع اللي هي ايه؟ اللي هي الوجبة الكاملة، يعني يلتقي مثديها حتى يشبع، فهذه وضعة. ف5 رضعات يحرمنا. لكن هذا التحريم جماهير اهل العلم يرون ان هذا التحريم في الصغر، يعني فيما دون الحولين، يعني في السنة الاولى والسنة الثانية، وهذا قول الجماهير. ويرى بعض اهل العلم ومنهم ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها انها ترى ان الرضاع الكبير يؤثر في التحريم. والرضاع الكبير ليس معناه أن المرأة ترضعه من ثديها، وإنما تعطيه لبنها فتحرم. سبب الخلاف، وهذا قول عطاء والليث، سبب الخلاف في هذه المسألة هو قصة سالم مولى أبي حذيفة الذي رواه مسلم في صحيحه. وسالم كان مربى صغيرا كان في أبي حذيفة. وسلم من الأربعة الذي من رابع أربعة حملوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وممن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ القرآن عنه. فسالم ربي في كنف أبي حذيفة، ثم كبر حذيفة يعني كبر سالم، فصار في يعني حرج في دخول سالم على يعني امرأة أبي حذيفة، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فأذن له النبي عليه السلام أن ترضعه تعطيه لبنه، فصير هي أمه بهذا الرضاع، وهذا الرضاع في الكبير. وهنا اختلف أهل العلم بسبب هذا. هل هذه، ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخذت بهذه القصة واعتبرت أن هذه القصة لا تخص سالما. سائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وجماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم يرون الخصوص، أن هذه قصة تخص سالم مولى أبي حذيفة. توسط شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة، ورأى أن الرضاع الكبير يخص سالما ولمن كان على شاكلة سالم، يعني حيث ما كان هناك حرج بالغ في شيء. فيرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الحالة إن من كان على مثل يعني قصة سالم فإنه يجوز له ذلك. الراجح طبعا هو قول الجمهور أن الرضاع الذي يحرم هو قول أن الرضاع الذي يحرم هو ما كان في الحولين. لكن في مسألة الرضاع الكبير علمنا الخلاف في هذه المسألة. ولذلك لو أن رجلا لمن كان على مثل قصة سالم من الحرج فأخذ بالحديث، نعم، مش الحرج، التربية والتبني،
ليس فيها تبني هنا خالص. وسلم ما كانش فيه تبني. سلم ما كانش لم يكن ابو حذيفه تبنى لما 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 هيوضع يصيب ابنه من يمنى وضع مش في التبني. مربى بس ولكن ليس ابنا لهم، لذلك هي 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 تحرجت من الدخول عليه. طيب ما احنا قلنا لمن كان على 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 شكلة سالم مولى ابي حذيفه. بس ارجو ان انت ما يكون عندك شيء تكلمني بعد الدرس الله يرضى عليك، او في اخر الدرس ممكن حتى بس حتى لو نشوش علينا. فاذا كانت اذا كان في قصه سالم واحد تربى في بيت ثم صار في نوع من الحرج، نعم، وام من عائشه رضي الله عنها هي اخذت عموم قصه سالم في رضاع الكبير، لكن التوسط في هذه المسألة كما ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسألة يكون فيها نوع من السعة في هذه المسألة، وإلا فقول الجمهور أدلته أرجح. وهو ما الذي دلنا على تخصيص قصة سالم بسالم؟ قول النبي عليه السلام في حديث أم سلمة الذي رواه الترمذي: لا يحرم يعني لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. ولذلك القول الراجح في هذه هو قول الجمهور أن الرضاع الذي يحرم هو ما كان دون الحولين. وتكون قصة سالم مولى أبي حذيفة إما أنها خاصة بسالم وهذا هو الذي يظهر وكما أخذ سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني يضيق في هذا لمن كان على مثل هذه الحالة، وإلا فقول الجمهور هو الذي يترجح في هذه المسألة وهذا هو الأحوط، وهذا هو الأحوط في هذه من مسألة. لمن أراد أن يتم رضاعه على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهنا يعني ذكر الله عز وجل على المولود له اللي هو يعني والد الطفل رزق، يعني لأنه المرأة في عصمة الرجل هي يجب عليها رضاعه، لكن إذا طلقت لا يجب عليها، ولذلك هو يجب عليها النفقة، يجب عليها النفقة، يجب عليه تجاه المرأة النفقة والكسوة. لا تكلف نفس إلا وسعها، وهي جملة اعتراضية، والجملة هي الاعتراضية دي يعني تفيد فائدتين. تفيد أولا أن الله جل وعلا لم يكلف العباد إلا وسعهم يعني طاقتهم، يعني كما قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتفيد أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يكلف أحدا فوق طاقته، ولذلك حذف المفعول هنا لا تكلف نفس إلا وسعها، فحذف المفعول للدلالة على التعميم يبقى يشمل الأمرين، يشمل بأن الله جل وعلا لم يكلف العباد فوق طاقتهم، وكذلك العباد لا يكلف بعضهم بعضا ما لا يطيقون. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضال والدة بولدها ولا مولود له بولده. وذا نهي هنا أن يكون هنا قصد أن يكون أي نوع من أنواع الضرر تقصده المرأة حتى تضر يعني أباه، فيعني يتضرر الولد يعني تترك رضاعته. لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، أن الرجل يأخذ ولده من امرأته حتى يحرمها منه بقصد الإضرار بها. وفي جميع هذه الأحوال الولد يتضرر من ذلك، لذا يقول جل وعلا: لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك في النفقة. في كلا القولين الذي ذكرهم الحافظ ابن كثير كلاهما صحيح، أنه لا يفعل الإضرار بالولد، وكذلك عليه يعني النفقة. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور بغير قصد الإضرار، كان هناك عذر ما أحد تزوج لا ولا لا ولا وليس لا لا، وفي هذه الحالة أبوه يستأجر للطفل موضعا، بس ولكن هذا بشرط أن يكون على قصد على عن التشاور بينهم في مصلحة الصبي أولا. فإن أراد فصالا عن الفطام قبل الحولين ويعني عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم. نعم، قد يكون هناك سبب هتزوج أو عذر مرض المرأة أو نحو ذلك. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم تطلبوا له موضعا فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، تعطى أجرة رضاعها الذي كان قبل ذلك. وهذا يدل على أن هذا في عموم مطلقات،
لأن المرأة في عصمة الرجل هي يجب عليها إرضاع ابنها. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وهذا تهديد ووعيد في مخالفة أمر الله عز وجل وملازمة تقوى. هذا آخر الباب آخر الآيات. ويأتي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا الآية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.